بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الأخيرة في مقرر إدارة المعرفة. المحاضرة هتكون عبارة عن جزء بسيط بنكمل به ما بدأناه في المحاضرة السابقة والمتعلق بالملكية الفكرية، ثم بعد ذلك بنبدأ بنتكلم عن المنهج بشكل عام، وبنتكلم في كيفية المذاكرة أو اللي عايز يعني يحسن في مذاكرة مقرر يحقق فيه تقديرات عالية، ثم بعد ذلك نتكلم عن الاختبارات إن شاء الله كنصائح عامة لكل شخص ممكن يدخل يدرس هذا المقرر. إحنا كنا اتكلمنا أذكركم على الملكية الفكرية في الفصل السابق، وقلنا إن الملكية الفكرية لها مزايا ولها عيوب ولها أشكال ولها استراتيجيات أيضا في المحافظة عليها. يعني من الاستراتيجيات للمحافظة على المعرفة في المؤسسات استراتيجية قانونية إن الشركة بتضمن حقها في هذا الأمر، وأيضا من ضمن الأشياء اللي هي بتضمن تطورها وتحسيناتها المستمرة في هذا الأمر. كل هذه الأشياء أشياء واردة في هذه الأمور، لذلك إحنا بنكمل اليوم على هذا الموضوع، ثم بعد ذلك ندخل في إطار المراجعات اللي تكلمنا عليها قبل قليل. إذن المحاضرة اللي معانا هي حقوق الملكية الفكرية ومراجعة عامة على كل اللي احنا درسناه في الفترة السابقة في إدارة المعرفة. خلينا نتكلم الأول على الحقوق التقليدية للملكية الفكرية. من الحقوق التقليدية أول حاجة الأسرار التجارية، وهي طرق العمل وخططه وتفاعلاته التي يتم حمايتها من خلال القانون، وكذلك من خلال الالتزام التعاقدي المباشر. الأسرار التجارية، إيه الأول الذي يمكن اعتباره سر تجاري؟ السر التجاري هو ما ترغب الشركة الاحتفاظ به ولا تعلن عنه، ومن يتعدى هذا الأمر بالتأكيد يدخل نفسه في مساءلة قانونية ما دامت الشركة قد حفظت حقها القانوني فيها. يعني أنا لو أملك كتاب معين وسجلته في الجهات القانونية في الدولة، فأصبح ليس من حق أحد إن هو يطبع منه أو يأخذ منه، لأني حفظت حقي القانوني من خلال هذا الأمر. إذن لو قلت إن الشيء الفلاني عندي أو الطريقة الفلانية في الشركة أو طريقة العمل في الشركة هذا سر من أسراري التجارية، من يتعدى هذا الأمر يعتبر اخترق حاجز القانون بحكم ما حفظي لهذه الأمور أو للملكية الفكرية لهذه الطريقة اللي أنا بقول عليها. يبقى من الحقوق التقليدية ما يسمى بالأسرار التجارية، حق تقليدي للملكية الفكرية، إن في حاجة اسمها سر تجاري لا يسمح لأحد إن هو يأخذه إلا بإذن أو من خلال تعاقد مباشر بترخيص أو امتياز، أو من خلال سماحي الخطي كشركة بإن أنت تاخده مني. في ناس بتعطي هذه الأمور عادي بدون يعني مبالغ لهذا الأمر، وهم قلة في العالم. تاني حاجة من الحقوق التقليدية في الملكية الفكرية براءة الاختراع. وقلنا براءة الاختراع دي وثيقة قانونية تمنح أو تمنح المبتكر أو الشركة المالكة للابتكار حقا احتكاريا على الأفكار أو المعرفة اللي هم طلعوها. يعني براءة الاختراع ده أنا قدمت شيء إلى الجهة الرسمية الخاصة بهذا الأمر في الدولة فسجلوه باسمي، فأصبحت المالك الوحيد لهذا الأمر، ولا يستطيع أحد أن يستغله إلا بناء على الاتفاق معي كمخترع لهذا الأمر أو كمخترع لهذه الطريقة أو كمخترع لهذا المنتج أو مخترع لهذه الطريقة في التغليف أو مخترع لهذه الطريقة وهكذا. كل هذه الأمور واضحة حتى تكون واضحة. إذن هي وثيقة قانونية، براءة الاختراع وثيقة قانونية بتقول إني أنا مالك هذه الفكرة أو هذه المعرفة، وهي قابلة للتحول إلى آلة أو جهاز أو طريقة عمل أو خدمة محددة، ولا يمكن استخدامها من الآخرين إلا بإذن من المالك أو الالتزام التعاقدي. يعني يا إما هو يقول لي خد استخدمها صاحب الاختراع، أو إني أنا أوقع معاه عقد باستخدام هذه الإيه؟ باستخدام هذا الاختراع. إذا في حالة عقد مقابل مادي بيكون هو أنا بوفي حقه وهو بيوفيني حقي، فلا يشتكي علي في القانون لأني بيني وبينه تعاقد.
والبراءة هي الشكل الأكثر استخداما في التعبير عن الابتكارات. عادة كل ابتكار وسيلته الوحيدة هو إثباته في وثيقة أن هذا الابتكار من حقي، أن هذا الابتكار من حقي. والبراءة هي الشكل الأكثر استخداما في التعبير عن الابتكارات والإنجازات التكنولوجية التي كانت أساس في التطور حتى الآن. طيب إيه كمان؟ عندنا حاجة اسمها العلامة التجارية، التريد مارك، هي نتاج تاريخ الشركة ونجاحتها في الجودة أو الخدمة أو الثقة. إيه اللي بيخلي الناس تثق في أديداس؟ أو بتثق في الماركات العالمية اللي إحنا نعرفها جميعا، سواء في الملابس أو في الأحذية أو فيما شابه ذلك. العلامة التجارية هي نتاج خبرات طويلة جدا جدا في هذا الإطار، تاريخ الشركة ونجاحتها في الجودة أو الخدمة والثقة. والتفوق لهذا كله يكون من حق الشركة أن تحقق منافع أو علاوة سعرية من علامتها بالاستخدام، ومنافع وعوائد مالية من ترخيص استخدام علامتها التجارية. يعني يا إما الشركة تطلب مبلغ أعلى في بيع منتجاتها باعتبارها شركة كبيرة وتمتلك علامة تجارية هائلة جدا، أو إن أنا أبيع العلامة التجارية المحمية بالقانون كأحد الحقوق الرئيسية الملكية الفكرية لبعض الناس، برخص. نفس فكرة الترخيص، البعض بيتخيل أن الترخيص بيكون في أشياء، في منتجات مادية فقط، إنما قد يكون الترخيص في أفكار، في معارف. أنا بسمح لك إن أنت تستخدم أفكاري أو فكرتي أو معرفتي في هذا الأمر، وهكذا. ترخيص استخدام علامتها التجارية المحمية بالقانون كأحد الحقوق الرئيسية الملكية الفكرية والعلامات التجارية. ويمكن أن تكون أيضا العلامة التجارية علامات المصنع أو الموزع، وقد تكون فردية أو عائلية. وهناك العلامات المشتركة، في بعض الشركات بتبقى فيها علامات مشتركة بينهم. إذا ثالث حاجة هي العلامات التجارية. رابع حاجة وهو حق النشر. من الحقوق القديمة، احنا ما زلنا نتكلم عن الحقوق التقليدية للملكية الفكرية، أيضا من الحقوق القديمة هي حق النشر. الحقوق المحمية بالقانون هو أسهل من الحصول على براءة الاختراع، لأن حق النشر ده طبعا بيغطي فترة زمنية أطول من فترة حماية البراءة. حق النشر لا يمكن تخطيه، بعض الكتب ما زالت تطبع وأبناء المؤلف هم الذين يأخذون هذه المبالغ. حق نشر إرث بيأخذه الشخص وأولاده من بعده. فمن الحقوق القديمة المحمية بالقانون، وهو أسهل في الحصول من براءة الاختراع، ويغطي فترة زمنية أطول من فترة حماية البراءة، حيث يستمر لفترة تمتد طوال حياة المؤلف، ويتضمن قواعد حماية الملكية في الحق الحصري للمؤلف في عدم إعادة إنتاج العمل الخاضع لحق النشر إلا بعد أخذ الموافقة منه، مع القدرة على منع الآخرين من عمل نسخة منه. ده حق النشر. إذن الحقوق التقليدية هي الأسرار التجارية، هي براءة الاختراع، هي العلامات التجارية، هي حق النشر. طب إيه الحقوق الرقمية؟ إحنا كنا بنتكلم في المحاضرات السابقة على اقتصاد رقمي، وقلنا إن هذا حاجز، يعني صعب، يعني ما أسهل اختراقه في هذه الأمور، يعني الهاكرز وبعض الأشخاص اللي هم خبراء في الكمبيوتر لا تقف في أيديهم شيء في هذا الأمر. فإلى أي مدى نحفظ الحقوق الرقمية للملكية الفكرية زي البرامج وقواعد البيانات ومواقع الويب؟ إلى أي مدى نستطيع إن احنا نحفظ حقوقنا في هذا الأمر؟ يعني عندما نتكلم عن الحقوق المادية أو التقليدية للملكية الفكرية، عندي شيء ملموس أقدر أحفظه، أحطه في أماكن جيدة، وأأمنه على بعض موظفين تحت إيدي، ما حد يستطيع أن يقترب من هذه الأماكن إلا ناس معينين. لذلك كتير من الأماكن، في الأماكن اللي هي بيبقى فيها أشياء سرية وتريد الشركة ألا يخترقها أحد، بتكتب ممنوع دخول غير الموظفين، معناها أن الشركة ائتمنت الموظفين على ما بداخل هذه الغرفة، وبالتالي من يخترق هذا الحاجز فقد اخترق حواجز قوانين الشركة ويعرض للعقوبات. لذلك عندي طرق كثيرة في الحقوق التقليدية الملكية الفكرية لأضمن هذه الأمور.
فضلا عن أن هناك قوانين الآن مستقرة في علم القانون تحفظ هذه الحقوق اللي أنا بحكي عليها. لكن لما نتكلم عن الحقوق الرقمية للملكية الفكرية الوضع مختلف، وأبدأ بالعكس، لا يوجد قوانين تحفظ هذه الأمور بالشكل القوي والمستقر في الحقوق المادية. فهناك القوانين ما زالت تنشأ، ما زال كتير من الدول لا تعترف بالتوقيع الإلكتروني، كتير من الدول لا تعتد البريد الإلكتروني وثيقة يمكن أن يدين الشركة إذا طلب طلبية ولم يسدد أو ألمنش عايزها والطلبية طلعت من الشركة. لا يستطيع في كتير من الدول أن تدين الشركة، تقول له أنت خسرتني، أنت خلتني أشحن لك الطلبية وبالتالي رجعت في كلامك. من يتحمل تكلفة المواصلات أو إن كان في بضاعة تلفت في الطريق؟ من يتحمل؟ قد يكون هو عمل الأوردر بالنسبة لي إلكتروني، فهل يا ترى لو أنا قدمت ده للمحكمة أستطيع أن أضمن حقي؟ أيضا هذا أمر يحتاج، عفوا، يحتاج إلى عمل قوانين ضابطة. هذه القوانين إلى الآن غير موجودة، أو موجودة على استحياء، يعني مش موجودة بشكل قوي في هذا الإطار. إذا الحقوق الرقمية للملكية الفكرية مختلفة تماما في هذا الإطار. لذلك مكوناتها الرقمية زي البرامج، قواعد البيانات، مواقع الويب، تدخل ضمن هذه الحقوق، شأنها شأن المنتجات المادية والفكرية التقليدية إذا ما توفرت بها شروط شمولها بالحماية القانونية، ولكن بالمقابل لابد من مراعاة الخصائص المتميزة لهذه المكونات وخصائص الإنترنت. إيه ليه بقى إحنا بنقول لابد من مراعاة خصائص المتميزة لهذه المكونات؟ الإنترنت ده مكان مفتوح، كل شخص يستطيع أن يقدم ويعطي ويأخذ ويقدم ويخترق ويطلع ويضل، كل حسب كفاءته وقدراته. فوانا بعمل حقوق ملكية فكرية لازم اخد في اعتباري ان القانون لوحده مش هيجيب لي حقي، القانون لن يأتي لي بحقي في هذا الامر، ممكن يأتي لكن مش هيأتيني بحقي كاملا. لذلك لابد ان اكون محتاطا بشكل كبير جدا من خلال تعقيد عملية النسخ، تعقيد عملية التقليد، تعقيد، يعني لابد ان يكون عندي مبادرات شخصية في هذا الاطار. ما ينفعش اني انا اسيبه هكذا للقوانين اللي هي الملكيه الفكريه التقليديه، لابد ان انا اسهم في الحفاظ على منتجي او معارفي بالطريقه التي لا تتجاوز الاخرين او لا يتجاوز الاخرين فيها معايا. ولكن بالمقابل لابد من مراعاه الخصائص المتميزه لهذه المكونات وخصائص الانترنت كشبكه عالميه سريعه الارسال والنسخ والتقاسم للمعلومات. نقطه هامه جدا، ربما أنا فاهم عقلية أهل بلدي وطريقة تفكيرهم، إنه ممكن يدخل عليا واحد من اليابان أو من كوريا يستطيع إن هو يعمل أشياء كثيرة على الموقع بتاعي ويأخذ ويحط ويشيل ويخرب ويفيد أيا كان على حسب رغباته وطريقة دخوله وكيفية تفاعله معايا. لذلك هنا الحماية القانونية، لابد إن أنا الحقوق الرقمية الملكية الفكرية لازم أخد في اعتبار الخصائص دي وأنا بحطها، ما اعتمدش على الحماية القانونية فقط، ولكن لابد أن أعتمد على أمور أخرى تقنية أصعب من هذه المسألة على كل شخص فيها. هذا الفرق ما بين الملكية الفكرية المادية والملكية الفكرية الرقمية لبعض الأمور والخصائص والبرمجيات وقواعد البيانات اللي احنا بنحكي عليها. بكده بنبقى خلصنا مقرر إدارة المعرفة، ودلوقتي هنبدأ نتكلم حول مقرر إدارة المعرفة مرة أخرى، ولكن كمنظور عام حول هذا الأمر كمقرر بيتم التعامل معه. أذكر حضراتكم إن إحنا تكلمنا في 14 محاضرة في هذا الإطار، تكلمنا فيها ماذا نعني بالمعرفة، قلنا يعني إيه معرفة، وقلنا يعني إيه إدارة معرفة، وقلنا ماذا تعني فجوة المعرفة في الشركة، وقلنا ان فجوه المعرفه دي مساله هامه جدا ان تحددها الشركه، وهو الفرق بين ما تريد الشركه وطموحاتها والواقع الفعلي ليها. وفرقنا ما بين الواقع الفعلي وما تريد او الطموح والرغبات للتطوير فيها او الوضع المثالي اللي هي بتطمح اليه.
وقلنا إذا كيف تتعامل الشركة مع الفجوات المعرفية. وأيضا تكلمنا على تقسيم المعرفة داخل عنوان المعرفة. قلنا أن هناك نوعين من المعرفة، في معرفة صريحة، أو في بعض الأحيان سميناها مع بعض في المقرر معرفة واضحة، وهي التي تتمثل في التقارير والأشكال والبيانات والجداول الموجودة داخل الشركة. معرفة صريحة يعني إيه؟ يعني يمكن قراءتها والتعامل معها من كل شخص يسمح له بأن يتعامل معها. وقلنا أن في أيضا شق هام جدا في المعرفة، وهو إدارة المعرفة، آسف، المعرفة الضمنية. وقلنا المعرفة الضمنية هي عبارة عن المهارات والخبرات المخزنة في عقول صناع المعرفة داخل الشركة، في عقول صناع المعرفة داخل الشركة. وقلنا أن هذا الجزء، المعرفة الضمنية، هو المكون الحقيقي لرأس المال الفكري، وهو الذي يصنع الميزة التنافسية للشركة ما بين المنافسين. لأن المعرفة الصريحة سهل التعامل معها، وسهل تقليدها، وسهل إن أنا يعني آخذ وأعطي مع الموظفين حتى أستطيع أن أحصل عليه. إنما الصعب، المعادلة الصعبة أو الرقم الصعب لدى المنافسين، كيف يحصل على مهارات وخبرات الآخرين في هذه الأمور؟ كيف يتعامل معها؟ كيف يأخذها ويوظفها لصالحه؟ لأن المعرفة الضمنية هي اللي بتدي الميزة التنافسية للشركة على الشركة المنافسة الأخرى، على الشركة المنافسة الأخرى. وبالتالي اتكلمنا على المعارف الصريحة وعلى المعارف الضمنية أيضا. ثم بعد ذلك ذهبنا إلى العمليات، عملية مراجعة إدارة المراجعة في إدارة المعرفة. وقلنا عملية المراجعة تتم من خلال استبيان. وقلنا في محاضرة مراجعة القدرات المعرفية إن في استبيان، في أسئلة عديدة جدا بيوضح لي المعرفة اللي عندي إيه هي، الواقع الفعلي عندي من المعارف، وما هو الطموح الذي أريد أن أصل إليه، وإيه المعارف اللي أنا مستخدمها في الشركة ويمكن تطويرها، وإيه المعارف التي الموجودة في الشركة ولم أستخدمها أو لا أعرف كيف أستخدمها. وما سألنا أسئلة كثيرة جدا، واستبيان أنفقنا فيه ربما نصف محاضرة كاملة حتى نتكلم على الاستبيان لكيفية مراجعة القدرات المعرفية في الشركة. وقلنا فكرة مراجعة القدرات المعرفية في حد ذاتها مسألة بالغة الأهمية حتى تستطيع أن تدير المعرفة بشكل جيد. قضية المراجعة القدرات المعرفية بتضع يدك على ما تملكه من معارف وقدرات، وتضع يدك على طموحاتك، وبالتالي تستطيع أن تدير المعرفة بشكل جيد. وهذا هو السبب وراء إن إحنا بنبحث عن إدارة المعرفة، أو بنبحث عن كيف ندير المعارف اللي هي موجودة عندنا. وبعد ما انتهينا من مراجعة القدرات المعرفية ذهبنا إلى التعامل مع البيئة المعرفية. بعد قلنا إن الأصول المعرفية أولا، ثم بعد ذلك البيئة المعرفية. قلنا إن الأصول المعرفية اللي إحنا بنتعامل بيها كيف يمكن تحول فكرة أو معلومة أو معرفة إلى منتج. وسمينا هذه الأشياء بتسميات عديدة، منها التسمية العملية الذاتية، ومنها العملية الاجتماعية، وما شابه، وفي عملية توافقية، إلى أننا خلصنا في النهاية إلى أن هناك عملية تحول الضمني إلى ضمني، وهناك أقصد المعرفة الضمنية إلى معرفة ضمنية أخرى، وهو الاحتكاك المباشر ما بين الموظفين حتى يستطيع الخبير ينقل إلى من حوله خبرته. فده ضمني عفوا، فهذا ضمني، دي معارف ضمنية. وأيضا تكلمنا على عملية تحول فيها المعلومات الصريحة أو الواضحة إلى معلومات صريحة وواضحة. خلينا نجيب الأشياء اللي هي الأطراف الأول. وقلنا إن كل شركة لديها معارف كبيرة جدا، إلا أنها تحولها في شكل أكثر تعقيدا، وهو دي الميكنة اللي احنا قلنا عليها
في هذه الأمور في نموذج نوناكا هنتكلم عليه الآن. إذن ضمني إلى ضمني، معارف ضمنية إلى معارف ضمنية، ومعارف صريحة إلى معارف صريحة، ثم الشقين التحول من المعرفة الصريحة إلى الضمنية ومن الضمنية إلى الصريحة. كل ده كنا بنقوله على آلية تكوين الأصول المعرفية ووضع البيئة المعرفية. وتكلمنا أيضا على البيئة المعرفية اللي احنا قلنا عليها وشرحنا فيها نموذج نوناكا، وقلنا نموذج نوناكا فيه الأربع عمليات اللي أنا كنت بتكلم عليهم قبل قليل، اللي هي في شكل إنشاء، ثم ممارسة، ثم ميكنة، ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة، ثم نبدأ من الأول فالثاني فالثالث فالرابع، وهي دائرة. نموذج نوناكا دائرة تخلص من خلاله الشركة إن هي بتجسد ما تملكه من أفعال ومعلومات وتمارس هذا الأمر، ثم تميكنه، ثم تحوله إلى واقع تستفيد منه، ثم تنشئ معارف جديدة من خلال خبراتها، ثم تمشي إلى الممارسات مرة أخرى، ثم تميكنها، ثم وهكذا بحسب نموذج نوناكا. وقلنا أن نوناكا في حد ذاته وهو شخص ياباني بدأ المعرفة في مطلع التسعينات وطورها في منتصف التسعينات بالتعاون مع آخرين، ثم في نهاية التسعينات أصدر كتاب هائل جدا في هذا الأمر شرح فيه كثير من أمور في كيفية إدارة المعرفة، أو كيف للشركة أن تدير ما تملكه من معارف وخبرات داخل الشركة اللي هو فيها في خلال إدارة المعرفة. ثم بعد ذلك تكلمنا على موضوع اقتصاد المعرفة، واقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الرقمي القائم على تقنية الانترنت، وقلنا ازاي ان هو بيقوم على رأس المال الفكري اللي هو بيحقق الدخل الحقيقي للشركة. قلنا ان الشركات الان ما يحقق الدخل الحقيقي لها او ما يحقق لها الثروة ليس رأس المال المادي فقط، ولكن رأس المال الفكري، وربما يتغلب في كثير من الشركات الرأس المال الفكري. وتكلمنا على شكل الاقتصاد ومزاياه وأسسه، وقلنا أن أهم أساس فيه اللي هو التطور التكنولوجي اللي احنا قلنا عليه قبل شوية في المحاضرات السابقة. أيضا بعد ما تكلمنا على الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفي ووضحنا أنه هو اقتصاد موازي للاقتصاد التقليدي لا يعوق، وقلنا أن في الفترات القادمة الاقتصاد الموازي بيكبر وينمو على حساب الاقتصاد المادي. فكتير مثلا من الاقتصاد الأمريكي، إذا كان الاقتصاد المادي في التسعينات أو في أواخر الثمانينات يمثل 100% أو نقول مثلا 98%، الآن ربما الاقتصاد الأمريكي يصل الاقتصاد المادي فيه ربما يصل إلى مثلا 70% أو 65%، وتحول إلى اقتصاد موازي في كتير من الشركات الكبيرة اللي هي بنسميها الشركات الافتراضية أو الرقمية إلى نسبة ما يسمى تقريبا إلى 35%. هذه النسبة تقديرية ليست علمية، ولكن ده من خلال الشواهد ومن خلال مؤشرات ناسداك اللي هو المؤشر الصناعي لكتير من الشركات الافتراضية. إذن خلصنا في نهاية الفصل اقتصاد المعرفة أنه اقتصاد واعد ما زال يكمل نفسه ويطور نفسه، وربما ستعول عليه كثير من الدول في تحقيق الرفاهية لشعوبها من خلال هذا الاقتصاد فيما بعد. ثم إلى آخر موضوع تناولناه في مقرر إدارة المعرفة وهي الحقوق الفكرية، هي الحقوق الفكرية أو الملكية الفكرية. تكلمنا فيها على الملكية الفكرية التقليدية اللي هي المعروفة، وتكلمنا فيها على الحقوق الرقمية للملكية الفكرية، وضحنا الفرق كيف أن الحقوق الملكية لها خصائص، الحقوق الرقمية لها خصائص لابد أن أتعامل معها بخصائصها. ما يكفيش أن أنا أتعامل مع الحقوق اللي هي التقليدية للملكية الفكرية ما خدش هذه الأمور أو هذه القوانين وأطبقها على اللي هي وتسير على الحقوق الرقمية إطلاقا، لأن البيئة مختلفة والظروف مختلفة، ولابد أن أراعي هذا الاختلاف وأتعامل معه بشكل جيد. بعد كده تقريبا ده المقرر في شكل عام لخصته لحضراتكم في 10 دقائق أو أقل أو يزيد، لكن هو ده الإطار العام للمقرر حتى اللي بيسمع 10 دقائق ديت يستوعب
ما هي أو ما هو مقرر إدارة المعرفة، وعلى ماذا يتكلم، وما هي نقاطه ومحاوره. نيجي بعد كده لطريقة لمسألة هامة جدا، نتكلم حوالين الاختبار. أنا راعيت في قضية الاختبارات إني أنا في عرضي للشرائح إن أنا أضع خطوط حمراء على الأشياء الهامة داخل كل شريحة، وأقصد بالخط الأحمر هنا أن هذه كلمات مفتاحية لفهم الشريحة. يعني لو أنت قاعد بتذاكر أو قاعدة بتذاكري حضرتك في هذا الأمر، الكلمة اللي بالخط الأحمر هي مفتاح لفهم الشريحة، ركز على فهمها، غالبا ما يأتي بعدها هو شرح ليها. وهذه الأشياء مفاهيم أساسية، وغالبا بيكون الأسئلة حوالين هذه الأشياء في فترة الاختبارات. حواليها بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت لو فهمت المفاتيح ديت مش هيبقى في أي حاجة صعبة عليك، أي سؤال ممكن يأتي ربما إن شاء الله تكون موفق في الإجابة عليه. إذا الاختبارات هي اختبارات بتكون في هذا الإطار، المفاهيم اللي إحنا قلناها، الاطمئنان إلى أن هذه المفاهيم وصلت لحضراتكم وبطريقة جيدة. طيب، الطريقة العامة اللي آخر نقطة نريد أن نعرضها هنا هي طريقة المذاكرة. كيف يعني نحاول أن نتذكر هذا المقرر؟ نحاول أن إحنا قبل أن نتعامل مع المذكرات يريد أو الشرائح يريد نتعامل مع التسجيل الصوتي في هذا الأمر، نسمع، لأن بعد كده لما نقرأ يعني في أسلوبين حقيقة، معرفش أيهما يريح الشخص. يعني بعض الناس إذا قرأت الشرائح مرة ثم تسمع فيكون قدرتها على الفهم أعلى، وبعض الناس إذا سمعت وفهمت وهي بتقرأ الشرائح يكون أسهل. فممكن أي واحد من حضراتكم يجرب الطريقة التي تناسبه، لأن كلاهما صحيح، لكن على حسب أفهمنا وقدراتنا في الفهم بنختلف. ربما أنا إذا سمعت أولا وقرأت بعد ذلك يكون قدرتي على الاستيعاب أعلى، وربما إذا قرأت أولا وذهبت إلى السماع تكون قدرتي على الاستيعاب أعلى. فكل واحد فينا يجرب هذه الطريقتين مرة كده ومرة كده، ويحاول يشوف المادة العلمية بتظل في رأسه ويزداد فهمه واستيعابه ليها بأي طريقة، ثم يتعامل مع بقية المقرر بهذه الآلية، وإن شاء الله بيحقق منها يعني الفائدة المرجوة. أتمنى أني أكون أفدت حضراتكم في هذه المحاضرات وفي هذا العلم الجميل. هو علم بدون شك علم جميل جدا، إدارة المعرفة، وهو علم واعد ما زال بيتطور وينمو ويكبر. ممكن أي حد من حضراتكم فيما بعد حتى بعد أن ينتهي من الدراسة أن يفكر في الإكمال فيه ويسهم فيه ويكون رافد فيه من روافده إن شاء الله تعالى، ونجد يعني هذا الأمر، لأن هذا أمر إحنا غافلين عنه في كتير من الدول الشرق الأوسط. نحاول إن إحنا كل ما ننعش هذه الأفكار والتعامل مع المعارف الكامنة لدينا، بالتأكيد سيستفيد الشخص وتستفيد المنظمة، وإذا استفاد الشخص واستفادت المنظمة استفادت الدولة بالتبعي. بتمنى لكم جميعا التوفيق، وإن شاء الله أتمنى يعني لكم التوفيق في الاختبارات القادمة، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.